السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة كل اللي انتوا بتتمنوا بيه. ناس كتير قوي بتشتكي الايام دي مع دخول موجة الحر شوية، ويعني الحر اختفى شوية وهيرجع تاني بعد ايام. ناس كتير قوي اشتكت ان الحر ده يعني ظهرت اعراض على الدجاج بتاعهم او الطيور بتاعتهم، اعراض كده تنفسية ونهجان واشياء من هذا القبيل. وناس تانية طلبت مننا ان احنا نقدم حلول وعلاجات للمشكلة دي وللمشاكل التنفسية بوجه اعم. يعني المشاكل دي بتظهر بشكل طبيعي جدا ومنطقي في الايام اللي يكون فيها حر، خصوصا الناس اللي مش بتاخد بالها من ان تغير درجات الحرارة مع قلة التهوية بيعمل مشاكل كتيرة. لما يكون كمان الحر فجائي الناس مش بتلحق تاخد بالها وتفتح وتهوي الطيور بتاعتها كويس. النهاردة جايبين لكم اعشاب للامراض التنفسية، اعشاب موسعة للشعب الهوائية وبتعالج الامراض دي وكمان بتقي الطيور منها. كل انواع الطيور تنفع معاها الاعشاب اللي هنقولها النهاردة، بس نركز في مقادير وانواع الاعشاب وطريقة الاستعمال لكل نوع من انواع الطيور. مهمة جدا في الفترة دي مع دخول موجة الحر. اي نعم احنا لسه في الربيع لكن الحر على الابواب. الاعشاب دي مهمة جدا في الكتمة وقلة التهوية، ومهمة جدا لما يكون الجو حر وشديد الحرارة كمان مع قدوم موجات حر اقوى واقوى الايام اللي جاية. للوقاية وللعلاج، مش بس بتقي الطيور لا كمان بتعالجهم. كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. زي ما قلنا ايامنا دي في تقلب في درجات الحرارة وتقلب في الجو عموما، في برد دلوقتي وكان في حر وبيجي الحر على غفلة، وبالنهار بيبقى في حر وبالليل بيكون في برد قارس كمان، مش برد عادي زي برد الشتاء بالظبط، يعني ما يختلفش عنه كتير رغم اننا في فصل الربيع. وزي ما قلنا ان فصل الربيع يعني بتحصل فيه بعض المشاكل، لانه بداية درجات الحرارة لما بترتفع بيكون يعني في فصل الربيع درجات الحرارة بتبدأ في الارتفاع، فالطيور المهاجرة زي ما اتكلمنا عنها كتير بتهاجر من مكان لمكان وبتنقل أمراض، أشهرها وأصعبها أنفلونزا الطيور. وأنفلونزا الطيور مرض يعني احنا نبعد عنه أفضل بكتير قوي، لأن علاجه صعب جدا ويكاد يكون مستحيل. الطيور في درجات الحرارة العالية بتتعب تنفسيا، يعني بيبقى فيها عندها اجهاد وتعب، وزي ما تقول كده ايه، يعني بتبقى مش قادرة تتنفس والشعب الهوائية بتاعتها بتبقى ضيقة وفيها مشاكل. سواء بقى الطيور بتاعتك بتربيها على سطح مباشر للشمس، في بطارية، في مزرعة، اي نوع من انواع الطيور اللي عندك يعني بتتعرض لدرجات الحرارة العالية دي مع الوقت هتزيد درجات الحرارة، فيها تزيد المشاكل معها. الاعشاب بتاعت النهاردة دي هتقي الطيور بتاعتك من اي مشاكل متوقعة مع ارتفاع درجات الحرارة اللي جاي، وكمان لو عندك اصلا الطيور بتاعتك فيها امراض تنفسية او مشاكل تنفسية هي هتعالجها بشكل سريع جدا لو استمرنا عليها واستمرينا على الطريقة الصحية في التقديم واستمرينا على المقادير المظبوطة اللي هنقولها في الفيديو. هي كمان بديلة لأي أدوية بيطرية أو بشرية، فعالة ومضمونة وموفرة كمان، ونتائجها مذهلة للقضاء على الأمراض التنفسية، وهي بتعمل ضدها وضد كمان الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق الجو سواء انفلونزا الطيور أو غيرها. خلطة أعشاب طبيعية وزي ما قلنا رخيصة وفعالة وسريعة ومضمونة بتخلي صحة الطيور كويسة، مناعة وقوة ونمو عالي، فبالتالي هيكون في انتاج عالي. لو احنا مستنيين لحم من الطيور بتاعتنا هيكون انتاج اللحم عالي، ولو مستنيين من الطيور اللي بتبيض بتاعتنا سواء فراخ بيضة او بط بيبيض، اي طيور بتبيض احنا لو مستنيين منه بيض هيكون برضو الانتاج عالي، ولو مستنيين منه
منه لحوم هنلاقي برضو الانتاج عالي. الاعشاب دي بتحتوي على زيوت طيارة مذيبة للبلغم وفاتحة للمسالك التنفسية والشعب الهوائية، والاعشاب دي بتقي الطيور من انفلونزا الطيور، وده اخطر مرض ممكن يجي للطيور في الفترة دي وامراض كتيرة تانية. ورقة وقلم معانا واكتب الاعشاب واكتب المقادير المهمة جدا اللي لازم نلتزم بيها. زي ما قلنا قبل كده ان المقادير اهم من الخلطة، وان طريقة التقديم اهم من الحاجة اللي بنقدمها. يعني كتير قوي ناس بتقدم الخلطة ويقولك انا ما حصلش معايا نتيجة، ما جابتش نتيجة. ده مش عشان الخلطة نفسها وحشة، لا، انت ممكن تكون قدمت كمية اقل او اكتر، قدمتها بطريقة مش سليمة، قدمتها ملوثة، كل ده بيأثر على الخلطة المقدمة. الخلطة هي من اعشاب ورق الجوافة والريحان والزعتر والبردقوش والشطة والشمر ولبان الذكر والقرنفل والكافور. كل الاعشاب دي هناخد من كل عشب 5 جرام، 5 جرام ورق جوافة، 5 جرام ريحان، 5 جرام زعتر، 5 جرام بردقوش، 5 جرام شطة، 5 جرام شمر، 5 جرام لبان دكر، 5 جرام رنفل، 5 جرام من الكافور. كل عشب 5 جرام. الكمية دي من الجرامات هنحطها على كيلو واحد من العلف. لو 2 كيلو هناخد من كل عشب 10 جرام، لو 3 كيلو هناخد من كل عشب 15 جرام، وهكذا. وطبعا على قد الطيور اللي عندك، لو انت عايز 10 كيلو هتاخد 50 جرام من كل عشب على 10 كيلو العلف اللي انت هتقدمهم للطيور بتاعتك. لو الطيور بتاعتك فراخ بيضة هتقدم ليهم بعد اليوم 30 في دورة التسمين، مش قبل كده، بعد اليوم 30 هتقدم مرة واحدة بس في الدورة ومش هتكررها. اما الفراخ بتاعتك لو بلدي هتقدم مرة كل شهرين. طبعا الفراخ البلدي معظمها بيفضل معانا، مش بنذبحه علشان انتاج البيض، فهتقدم مرة كل شهرين. وفي اشهر الربيع اللي عندنا دي هتقدم 3 مرات في 3 شهور، مرة في الشهر في أشهر الربيع اللي احنا فيها دي، علشان دي اللي بيتصاب فيها الطيور، والطير بتاعنا بيتعب من الأمراض التنفسية ومن الطيور المهاجرة والعدوى بتاعتها. كمان هي مفيدة لكل أنواع البط، مفيدة جدا لنفس الغرض والقضاء على الأمراض التنفسية، وبالتالي طبعا هتقوي المناعة وهتقوي الصحة وهتزود الانتاج. وطبعا احنا مستنين من البط انتاج لحم اكتر من انتاج البيض، فهنلاقي ان الخلطة دي مفيدة جدا لكل انواع الطيور مهما اختلفت. نقدمها بالمقادير اللي قلنا عليها وبالطريقة اللي قلنا عليها، سواء للفراخ البيضة او الفراخ البلدي، وهنلاقي نتائج مذهلة بإذن الله. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.